مناسبة بلادنا أبال مرنا يشهدون لقو قدون سينيي قار كمدار ديدي معالمين تدوكسيغو هوسد حسر الشيخ براهين أيا ساكا لقو قبطي برحد دهوري دوكسيغاسي وحانا حفدن سوق بقابيي أرديدا قلاسكا فون فورث أو كمدا لح قلاسو سند كان كبي حدونا دوكسيغاسر الشيخ براهين هو هرين وحال كاسي كهل لإمام الكدوكسيغا مدنى عبد الرحمن أحمد عود يما علين خليل أسكر كواسيوهن بليي أرديدا حفدن لقو ماموسي يقبن قابياشا مناسبة داني اي قراس كفون فورف قار كميد ارداد الدوكسيقة ايا يقن هالكاسي هادا لكسو تشيدي ارداد مناسبة دان قابان ايسا فورف وحانو سو قدم ايا سلام تا دعا دين هور مريي بعد السلام الهي با محل وحاينو كوچرنا حل اي قبتا هاي سنة دوكسيات كاني لباكون شانية طبعاً لبكون لحية طبعاً تعلم كيف يهارة سيدي وناك سنة يعني سيسم كي وحبر الشيء الشغل هو سعودي وده هو كوب قاعدين يا أرض ده قارهانا وحن بقاعدين يا أرض دي ترتنا قومات كي كديس كان نقب صناعي كلمة هك جلعي وده هان يجنا وبقاعدين يا وحن كلو بقاعدين يا أرض ده وحقب ده السميعي هذاي قفيهين شخصي هذا جروب تهاي هذه أي فصلة تهاي أردادي وحقبضة السمية وأنا مالنا يا جلاس كان إيه إف عفواً إف إنه كم دي هاي أو برنامج كود وهاي إنه هل كان استأكل هذا إنه جونا أما تربون كا إنه مارته السمية إنه يا فصل كفور إف إيوه دمام بأردادي الدكسية إن بعدما وقت كوبين يهاي أرديد جود أهان وحن كوانين يا آدي يا ذقوانين يا أردي وهذا دون يسدين الليبان تو آخرية دويا دبا وإن تكحدنا تا إلهي كأبوري هذا إلهي كأبوري كحدنا تو آخرية دويا دبا وات كل ليبان دون تا سمعت الحكومة ما هذا هو قلنا وفرا بريتنا قومت وقومت إنه كهذا الله وقومت قطلا لجسوا تشيديو وقومت قوم يمسن دوكسيا وابدلي على دوكسيا وعلقنا دو كنا عيان فارف يفارف يفاري أي أسك عشان دونا دسمه هذا هذا يتهاي ورحنت هذا فرش حميت هذا إن أتبع نقوم بلين نو حلينا هتد بدي كهقول نعكسنا هلك كهولا وحقبض كهولا كوي بلن قاضي يعني يو كوا كلا أي يقل في تركودو إن صوبن دجاني من كنا aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa ta labaad waxaan u mahadcelinayaa galaaska 4F oo xafladan munaasabadan qurbta badan soo agaasimay isla markaana sheegay in iskuulkana wuxuu qaban doonaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan kala isagoo u mahadcelinayaa tartankii ay ku qabsadeen galaaskooda ee u soo dhamaaday taa laftigeedana waa bogaadinaya waxaan kale bogaadinayaa 4F waxay ahaayeen fasalkii markaanu 3 ga ahayn qaaday tartankayagii form 3 ga isla markaana sanadkan faraac dilaa laga qaaday intii xafladda socotay waxa halkaasii abaalmarinay iyo shahaado sharafiye lagu gudoonsiiyay qaar ka mid ah ardayda dugsiga iyo sidoo kale macallimiinta dugsiga ugu dambeyntii kooxda riwaayadaha ee ayatin ayaa halkaasii ku soo bandhigay majaajil la xiisa badan oo soo jiidatay indhaha ardayda iyo macallimiinta dugsigaasi maxamed xuseen ismaaciil maxamed mooto